أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكما ببراءة 4 من أعضاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اتهموا بالتسبب في حادث مطاردة اليوم الوطني الشهيرة التي أودت بحياة الشقيقين ناصر وسعود القوس، وبرأتهم الحقيقة المحكمة من تهم الحق العام المتمثلة في تزوير محاضر مستندات رسمية تتعلق بحادث المطاردة وتضليل جهات التحقيق من خلال تغيير الوقائع أثناء جلسات التحقيق. هذه الحادثة كان قد يعني كنا الحقيقة قد تابعناها في هلا أولا بأول، لكن خلونا نتذكر بالضبط الصار ونسترجع بعض ذكريات هذه القضية اللي كانت مؤلمة وغريبة. نتابع هذا التقرير. هذا الموضوع موضوع مهم ومحزن نتحدث فيه، لأنه جهاز الهيئة جهاز زي أي جهاز في قطاعات الدولة، يعني ليس له قدسية، وأنا أقول هذا الشيء دائم. والأشياء الإيجابية للهيئة يا ما تكلمنا عنها، والسلبية راح نتكلم عنها. لمحت أنا شخصيا لو جيب الهيئة أخذ يمين، ولمحت زول أو ظل السناتة خياله وهي نازلة، وهذا نفسه اللي أدليته في التحقيق. لما تسبب في الحادث فر من الموقع، يعني راح الوراء خل يعني خلف أسواق رياض جاليري. أنا تابعت يعني تابعت السيارات لما تجمعوا وراء خلف الرياض السوق رياض جاليري. فبعدها أنا رجعت للموقع أقول صاحبي يعني إنه رجال طاح منه من فوق الكوبري. آخر مرة روحت لي فيها للمكان اللي فيها الصدام، انا اتوقع انهم يعني كانوا بيخفون اثر وبيشيلونه، الله اعلم، انا ما ازعم بالشيء هذا، لكن لقيتهم في المكان اللي طاح فيه الصدام حق السياره. فانا اجزم يقينا بان لن يكون هناك اي محاباه لاحد، وان كل سياخذ حقه، فان كانوا ابرياء فاسال الله سبحانه وتعالى ان لا يجعلنا ان شاء الله ظالمين لاحد من خلقه، وان كانوا مخطئين فكل يخطئ، والشرع للجميع والقضاء ولله الحمد نزيه عندنا ولله الحمد وعادل ولا يفرق بين صغير أو كبير. أما نحن يعني مسؤولين أو كمؤسسة حكومية فلا لا لا لن نتدخل في هذا الأمر، ولن يعني نذعن إلا لله سبحانه وتعالى ثم لولاة أمرنا ولما يصدر من الأحكام الشرعية. فهي الأحكام الشرعية للجميع، لكن سنتدخل أو سنقوم بشيء من يعني ممارسة مثل ما قال والده لي أخشى أن في واسطة ولا شيء، قسمت له بالله أنه لن يكون هناك واسطة. قبل أقل من عام ضج الإعلام والرأي العام حين تابع الحادثة التي قام بها أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين تسببوا بمقتل شابين سعوديين بعد صدم سيارتهم مما أدى لانقلابها. وقتها انتصرت الكاميرا وقد دونت ربما عن غير قصد تلك الواقعة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي. الملف ذهب إلى المحكمة للفصل في القضية، والقانون فوق الجميع، المواطن العادي وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم المحكمة تبرئ بعض المتهمين من تهم الحق العام، وأصحاب الحق الخاص يصمتون على مضض. لعل ذلك هو الحكم العادل، أو لعل أصحاب الحق الخاص يخشون التصادم مع جهة اعتبارية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضية عادت إلى الإعلام مجدداً، وحين نرصدها في هذا البرنامج فنحن إنما نسلط الضوء على قضية كثر الحديث عنها. مرة ثانية رحم الله من توفى وألهم ذويهم الصبر والسلوان. معي لمناقشة هذا الملف سعد القوس وهو شقيق المتوفين، وأيضا معنا الأستاذ سلطان بن زاحم وهو مستشار قانوني وله رأي في هذه القضية بحكم خبرته في قضايا مشابهة. راح أبدأ معك أستاذ سعد، يعني لعلنا يعني كنا مع بعض بداية القضية. اليوم في ناس صدمهم الحكم
شعروا بأنه هذا ظالم، وفي ناس قالوا لا هذا الحكم الطبيعي، وإذا صدر الحكم أنتوا عائلة القوس اللي طرف أساسي، إيش رأيكم؟ راضين بهذا الحكم؟ والله إحنا أصبنا بإحباط وصدمة، وشعرنا أن فيها ميول مع الأعضاء الهيئة، مع أعضاء بحكم أنهم يمثلون جهاز، وأن أي شعيرة أي شيء يمس العضو يمس الجهاز ككل. فإحنا صراحة صدمنا صدمة كبيرة. لماذا تسقط التهم التي مثبتها في لائحة الادعاء؟ وش اللي كان مثبت واسقط؟ مثبت في الادعاء العام، في لائحة الادعاء مثبت طال عمرك أنه اعتراف بالتضليل والتزوير والكذب وأشياء أخرى لا أستطيع ذكرها الآن. طيب أنتم يعني موكلين محامي؟ نعم موكلين محامي، ولكن طال عمرك في القضية دي الحق العام لا يسمح للمحامي الدخول في الحق العام، لأن في مدعى عام يجلس. والآن برئوا من كل القضايا؟ برئوا من كل شيء، من كل القضايا المتعلقة بالحق العام والتزوير والتضليل والكذب. طيب وش بقى الحين؟ يقال أنكم أنتم لكم حق خاص وراجعوا المحكمة العامة وطالبوا، يمكن يطلع لكم شيء يمكن ما يطلع لكم شيء. طيب أنتم كنتوا تبغون القصاص من دول الناس؟ نحن نطالب تطبيق أقصى العقوبات عليهم. طيب وش خطواتكم الجاية؟ خطوتنا الجاية مواصلة في الموضوع، المواصلة في الموضوع طال عمرك وإلى حد القضاء، والقضاء ما أنصفنا لحد الآن. في تكتم، في تكتم في الموضوع، وفيها حتى الجلسات اللي متحدد لنا جلسات لنا طال عمرك لنا 9 شهور ولا، وفي تكتم، والحكم في تكتم ما أبلغنا بها إلا بعد شهر من صدور. وأنتوا طرف أساسي؟ وإحنا طرف أساسي. هذا يصير يا أستاذ سلطان قانوني هذا الأمر؟ وش يقصد الشهر؟ أخبرت منه كيف أي شهر؟ الحكم الأخير؟ الحكم اللي صدر الآن، اللي صادر على من الاستئناف ولا من المحكمة؟ أي من المحكمة؟ إيه بس الحكم الأول ابتدائي ولا بالاستئناف؟ لا الحكم الاستئناف تصدق عليه تصديق فقط، ما الحكم انتي خلاص من زمان. لا هذا الحكم فيه الاستئناف يعتبر رقابة للحكم. الآن يقدر يستأنف ولا لا؟ الاستئناف يعتبر تمييز للحكم عندهم، هم تمييز للحكم والحكم رجع تصديقه. طيب أنا بقول لك أنت أثرت لي نقطة مهمة اللي قلت لي إذا صدق الحكم وأصبح قطعي هل يمكن خلنا نقول المتظلم أحد الخصمين رأى أنه في نفسه شيء للحكم، والله إذا هو يعتقد أنه يطيب خاطره الحكم هذا الحكم، ومعلوم أن نصف الخصوم أعداء للقاضي، لأن القاضي عندما يحكم لابد يحكم لطرف دون آخر، هذه قاعدة عامة. أما إن كانوا في نفسهم شيء مثبت يقولون والله أثير دليل جديد ودرسوا هذا الموضوع عند محامي وله خبرة قضائية، أكيد يعتبر التماس إعادة نظر ويقدم، وأنا أقولها من لها الآن مدام صدق الحكم من درجة الاستئناف، إن رأوا هناك بعض الأشياء التي لم تقدم في مجلس الحكم يقدمون عليه التماس. طيب أنا بسألك عن القضية، تشوف أنه هذا الحكم عادل؟ والله أنا كمحامي صدر الحكم لابد أن أسكت وأسلم، إذا كان عندي طعون أقدم الطعون، وإذا صدق عليه التماس أيضا لابد التسليم الكامل، إلا إذا كان هناك اعتراض يعني يكون واقعي وليس مجرد عواطف. أقول لك هو شوف ما في عواطف، العواطف اليوم في 2 ماتوا بسبب مطاردة من الهيئة ورميهم من فوق كبري، ويعني قضية واضحة تغيير المحاضر وهذه كل الأمور. يعني تعال ندخل، أنا يمكن هذه العائلة تتفهم لو جو وقالوا لهم هو قتل غير عمد وفي عقوبات، أما تخيلت يعني هل هو منطقي يعني بضميرك وبخبرتك هل هو منطقي إن اليوم يكون الحكم أنه يتبرؤون؟ نعم. إلا إذا كان مو بذول اللي صدموهم، تكون مثلا الناس من دولة ثانية ولا مكانة. نعم. ثانية. نعم أنا بقول لك شيء، أول شيء أنا حضوري هنا لن يبوكيل عن الأعضاء كما يعتقد البعض، أنا من يبوكيل عن الأعضاء في هذه القضية خاصة، وأنا أحلف لكم بالله إني ما أعرف الأعضاء ولا أعرف أسماءهم ما أعرفهم. ثاني شيء أنا أتكلم لك عن قواعد تجريم، تقول لي جريمة وقعت أقول لك كذا، أنت قلت لي أو أثرت لي نقطة هامة وحساسة تقول لي المحاضر غيرت، وابن القوس يقول المحاضر غيرت، هذه جريمة بالتلاعب، يعتبر جريمة بالتلاعب، تقبل أين تقبل؟ عندما يكون هناك إثبات. إذا كان مثبت طلب ممتاز، مثبت في الادعاء ممتاز ممتاز، هنا تكون دخول الرئاسات
مثلا الجهات الابتدائية سواء الاستدلال والتحقيق تتبع من؟ رقابة وتحقيق في هناك رئيس، أنا أشكك هناك لعب في المحاضر، تابع للدعاء العام رئيس للدعاء العام فهد عبد الله معروف ويستقبل. إذا كانت في القضاء سواء الإداري أو العام يروحون للنصار أو يروحون لمحمد العيسى رئيس المسألة القضاء، يقول هناك تزوير على طول، يكلف اللجنة وجيبوا الأحكام وجيبوا الدفاتر السابقة وينظر، هو من حقه يعترض. ولكن عندما يطعن أو يتهم جهة سواء تحقيق أو القضاء لابد أن أنا ودي بس يراجع محامي يكون ملم عشان لا تكون عاطفته. بس بالنسبة للأستاذ الطعن غير قابل في الحق العام، أبلغونا بذلك. أقول لك شيء، أن تثير ليس بحق لك، أنت تثير هناك في تلاعب. أنا ما أكلم مين، أنا أكلم جهة قضائية لا تقبل مني بعض الكلام. أنت ما لك شيء، هذا حق الدعاء عام، أنا الدعاء عام ومعهم الدعاء عام وأنت خليك برا. اسمح لي. هذا يسمى تمثيل الصفة في مجلس الحكم. عند يقول لك أنت ليس لك صفة تدخل. أما إنك تطعن في هناك تزوير هذا من حق لك. ما يحق لك. أنا أقول لك. أبلغونهم. أنا اسمح لي سلمك الله. أنا الآن محامي سلطان مزاحم وأنا أقولها على الفضائية. إذا كان هناك حق عام ولك ما أقول صفة في الدعوة، لك مصلحة في تغيير هذا الحكم، ولكن أنت يوم تطعن في التزوير أو شاك في أمور يكون على بينة، والله لا ينقض الحكم، يقبله من الجهات التفتيش. طيب هم شو يقول لك؟ ما حد يعطيه وجه ولا حد يرد. يا سيد الكريم، هو يقول تمثيل في مجلس الحكم، فقال لها القاضي ليس لك صفة. لا يقول لا يقبل الطعن. لا يقبل الطعن ولا تقبل على ما هو بلازم يعني نقول لك وش صار في الحكم برضه. لا مستحيل. لا أنت تقول يا سلطان الكلام هذا وحنا وجهنا كلام غير كلام. شف الكلام هذا إذا كان صادق القاضي أو من نقله لك هو أخطأ في وظيفته. شوف أنا أقوله لك، إذا قال القاضي ليس لك صفة وأطلع وكذا، نعم غلطان. ليس من صفة القاضي أن يبعد صاحب الحق الخاص التي له ارتباط في الحق العام. يقول له مثلا يفهمه، يقول هذا حق عام ما لك فيه مثلا، أما أنه يقول كذا ما لك شغل ولا أعطيك حكم ولا شيء. نعم. لا بس في جزئية يتجاوز. في جزئية بس عشان نوضح بنروح نقاط ثانية. الحين خلوا يقول اطلع برا ولا خلوا من ذي القصة، هو بلغه يقول لا يحق لك الطعن في الحق العام. نعم. أنت تقول يحق له الطعن في يا أخ علي، يحق له الطعن إذا كان يشكك أن الحكم القضائي مبني على تزوير. هو يشكك جدا، هو ممتاز. ما يبي له واضح يا سيد الكريم. أنا هنا النقطة، في نقطة طال عمرك، هل القاضي استدعى شهود؟ هل القاضي أخذ بالقرائن الموجودة اللي من الدعاء العام والاعترافات؟ لا، رد الحكم وأسقط الدعوة فقط. طيب أنا أشوفكم أنه دخلت في تفاصيل الحكم. أنا اسمح لي أنا أقول أنا والله ما شفت الحكم، جيبوا لي الحكم وأنا مسؤول عنه، أطلع لك بيان من مكتبي أشرح لك الحكم شرح مفصل، وش رأيك؟ لا خلنا الحين إحنا على الهواء نبغى نوصل معلومة، بعدين تراك ما جاوبتني على السؤال. أنا قلت لك لما تشوف هذه القضية وتتابع كوري، هل هو منطقي أنه ولا يطلع شيء براءة؟ نعم عادي كيف؟ نعم. يموتون الناس كذا؟ مستحيل. دلالة أنه ما في إثبات أنهم تسببوا أعضاء الهيئة. أول شيء في تسبب المباشر، أنا اللي وصلني أو اللي عرفته في بداية الحادث، وطبعا سألوني وقلت لا يكون له شيء، قالوا أن وقت مسرح الحادث ارتطام السوناتة اللي تسبب في ارتطام السوناتة ليس جمس الهيئة، أن لهذا معلوماتي طبعا. عند وقوع الارتطام هو ارتطم بالليموزين هارب من جمس الهيئة، ووقت مسرح الحادث أول جريمة سميها علشان وهي اتهم جريمة، وقت في مسرح الجريمة وقت وقوعها لم يكن هناك المتهم حول مسرح الجريمة، وين التسبب؟ لا بس أنت متابع، أنت راصد القضية، تعرف من أين يطاردونهم؟ شوف طيب لحظة يا تفضل علي، بالنسبة لتقرير الأدلة الجنائية طلاء السيارة الهيئة موجودة على السونات، وش يثبتها؟ هذا والله ما أدري يثبتها، موجود ما أدري موجود في لائحة الادعاء. طيب أبى أقول لك، يعني أنت تظن الآن أن المحاضر أو الإثبات التقرير الجنائي أن القضاء لم يلتف ما طالع في لائحة الادعاء كلها، حتى الادعاء طالب بمعاقبة فلان وفلان المتهم السادس والخامس ما في. أنت خصومكم كم الآن؟ الخصوم احنا الخصوم اللي ما ثبت عليهم الحق اثنين، المطارده ثبتت عليهم من الادعاء العام، ها والباقيين حق عام، قالوا ما لكم انا حق عام. طب الان برئوا كلهم ولا برئوا كلهم الا في الحق الخاص؟ كلهم برئوا
بعدين الحق الخاص يستأذن. التزوير هذا في الجرائم الإدارية وليس الجرائم الإدارية والتزوير والتضليل. إيه هو التزوير هذا يعني. لا ربما المطاردة ما لهم حق فيها برضه. الحكم لم نطلع عليه ولا لم يقرأ علينا حصل. ما لازم نأخذ صك. طب الحين إذا سقط الحق العام ممكن يسقط الحق الخاص أيضا؟ ما أدري. لا قانونيا نفسه. فبقول لك شيء. أول شيء لازم نفرق بين القضية الإدارية المبنية على التزوير وبين القضية الجنائية التي حصل. طب الحق الخاص حقكم اللي هو مثلا عشان نوضح الناس ايش ممكن يكون مطالبتهم بالاقتصاص من القصاص. قصاص على وجهين طبعا. قصاص في اخذ الحق منهم والمجازاه ولا الردع, وقصاص معروف اللي هو عاد القصاص اللي ما ادري عاد يثبت عليها ام ولا ما يثبت عليها. انا اللي فهمته قضيه التزوير هذه قضيه اداريه يسمى الإساءة في استخدام السلطة, تزوير وكذا فقط, هذا اللي برئوا. ترى الجزائي ما زالت منظورة اللي هي اتهام بالجناية. لابد أن نفرق. انتهت الجزائية. الحكم الجزائي. الحكم من الجزائي. طيب خلونا بس نستأذنكم في فاصل ونعود. فاصل ونعود للشمال. اهلا وسهلا بكم. لازلنا الحقيقه نتحدث عن قضيه حادثه اليوم الوطني الشهير اللي توفى فيها الشقيقين القوس, وكان خصومهم الهيئه الامر معروف والنهي عن المنكر الشباب اللي طاردوا. معنا شقيق المتوفين سعد القوس, معنا المستشار القانوني سلطان بن زاحم. نعلق على هذا الموضوع. تحدثنا عن تفاصيل في الجزء الاول. سعد معني مغبون يعني شوف يعني شايف انه في ظلم وفي الظلم جاي يعني. نعم. وفي كأنه يعني من كلامه حتى طريقة التعاطي مع القضاء شوي فيها ميل يعني شوي ما فيها إيضاح. أنت تقول أنك أنت ما لك علاقة بالهيئة ولا لك علاقة. ماني بوكيلهم لا في هذه القضية. ما عرفت لكن أنا أقرأ على تويتر وعلى كذا أنه أنت يعني ميال مع الهيئة يعني من الناحية القانونية. أنتقل ميال مع الرؤية اللي تراها صحيحة. إيه طيب وش الرؤية اللي تشوفها في هذه القضية؟ أنا أول شيء قلت لك التسليم للقضاء. القضاء لابد أن يسلم. هذا مبدأ سيادي في الدولة, وهذا مبدأ عرفه التاريخ الإسلامي وتاريخ القضاء كله. لابد التسليم, ثم عندك درجة اعتراض. أنا ما أقول هو الحين الأخ سعد يقول إن هناك فيه تضليل وفيه لعب بالمحاضر. المهم يشكك هنا, التشكيك قائم ويرجع للرئاسات سواء ديوم ظالم قلت لك الرئيس النصار أو القضاء العام عن طريق محمد العيسى. أنا ما أقول أنه لا يمكن أن يكون هناك تلاعب, لا أقول قد يكون, ولكن إذا قدم وطعن وشكك لابد أن يراجع نفسه ويكون يرجع لخبير في هذه المسألة لأجل العواطف. يمكن كيرد عليه يمكن رد مهم زين, لأن صعبة تشكك في قضية ولعب المحاضر ثم بعد فحصها وأدلتها. ما هو أنا شكك, الواقع موجود في لائحة الادعاء العام. شوف أنا موجود لو طلعت عليها. كلامك رائع. كلامك أنت رائع جدا. مدام يقول ضمن الادعاء العام, هو الآن يقدم شكوى من بكرة الرئاسات اللي قلت لك إياها, ويقول هناك اللائحة تثبت, فكيف هذا القاضي؟ هذا زين. هو الحين يقول ضمن القاضي ما اطلع عليها. أنت رائع ولا طلب الشهود. رائع خلاص قدم شكوى والمحامي ما وبيجيك فحص الشكوى وحيشرحون لك كيف صارت هذه المسألة. طيب معنا الاتصال يا شباب. معنا زميلنا إبراهيم الزاحم من صحيفة الحياة. إبراهيم من الناس اللي تابع القضية منذ بدايتها. إبراهيم إيش رأيك, إيش الجديد يعني أنت لما تكون تابع هذا الملف من البداية ويصدر هذا الحكم, رأيك وفي نفس الوقت موضوع التزوير والتحايل عندك معلومات فيه؟ أستاذ علي مساك الله بالخير. أنت الزميل عندك التعليق بسيط, هو أنا حبيت أضيف معلومات. بس لو توضح صوتك شوي. الصوت واضح الآن؟ يعني لو تكلمنا مو من السبيكر, من التليفون على طول. أو واضح الصوت الآن؟ الآن واضح, تفضل. أستاذ الكريم, أول شيء مساك الله بالخير أنت والزملاء الموجودين عندك في المكتب في الاستوديو. في نقطة يجب أنها تثار كجهة قضائية, أنت ما اطلعت على أوراق لائحة الادعاء تحقيق الادعاء العام. أنت هي عندك حالتين, إما أنك
تجاهلت عملها، ومع أنها أقرت في لائحة الادعاء العام بخصوص هذه القضية 12 ورقة أقرت باعترافات غيرت لاحقا مع إعادة الاستجواب. فأنت كقاضي هل أنت اطلعت فعلا على عمل هيئة التحقيق والادعاء العام أم أنك تجاهلتها؟ في كلا الحالتين هذه مشكلة كبيرة. فكيف أنت تجاهل عمل جهة حكومية قدمت لائحة كاملة كتب فيها بعض المصطلحات وأن بعض أعضاء اطلعت عليها إبراهيم؟ اطلعت عليها كاملة مكونة من 18 صفحة مقدمة من هيئة التحقيق. أبرز ما في 18 صفحة هذه؟ فيها بعض مثلا اعترافات احد اعضاء الهيئه السابقين اللي تكلم وقال بلغه واضحه اجحدوا حتى لو يعلقونكم، فعند الادلاء باي معلومه فعند عدم الادلاء بالحقيقه فسيتم الافراج عنكم، ولو تكلم احد منكم بالحقيقه فسوف يبقى في السجن. هذا اتهام واضح وصريح من لائحه التحقيق والادعاء العام. فكيف انت بعدين تجي تقول لي انهم بريئين من التزوير او اضافه وهم اعترفوا بالتزوير ده في هذه 18 صفحه؟ هم اعترفوا بانهم غيروا المحاضر الرسميه وبعضهم وقع على المحضر من دون ان يراه، فكيف انت كعضو مباشر لعمليه في مهمه رسميه توقع على شيء انت ما تقراه؟ في لبس الموضوع يحتاج اكثر توضيح. وش اللي تشوف انت ابراهيم كمتابع القضيه؟ تشوف انه في مؤامره، يعني في ميل تجاه احد؟ ما هي قصه مؤامره، هي معلومه تحتاج توضيح اكثر من الجهات القضائيه. هل انت استعنت بالجهات اللي ساعدت في التحقيق فعلا، خصوصا انها مكلفه من قبل اماره الرياض او باشراف اماره الرياض ومتابعه من امير الرياض الامير التركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أو أنك تجاهلتها كجهة قضائية تجاهل عمل جهة تحقيقية، أو أنك تنتظر ديوان المراقبة العامة أنه يأتي ويراقب في عمل إداري تابع لجهاز الدولة؟ طيب خلك معنا إبراهيم، إيش رأيك؟ أول شيء ما في شيء اسمه مراقبة عامة يراقب القضاء. القضاء له جهات خاصة، لأن قلت هو مبدأ سيادة الدولة ابتدائي ثم الاستئناف، عنده شيء يقدم عن طريقة تفتيش القضائي. شوف بس خلينا نتفق على شغلة أستاذ سلطان، الحين احنا لا تتعبنا بالمصطلحات، يعني لا تروح لنا في المصطلحات، خلنا في لبن القضية. اطلي معلي، يعني الآن إبراهيم صحفي عنده مصادره، هذه الصحافة سلطة رابعة، طيب. يقول لك اطلع على 18، يشعر أن القاضي يا أنه تجاهلها، يعني ذولا يشتغلون حق هيئة الإدعاء والتحقيق ما عبر اللي أعطوه، أو أنه هو مستخدم الصلاحيات اللي عنده وعنده قناعة أنه أبري ذولا الناس. يعني هو يرى استنتاج هذا الاستنتاج اذا والله انت صعبة. الاتهام بهذه الطريقه والله صعب. لا ليس اتهام، احنا قاعدين نحلل اليوم صاحب، هذا مو تحليل، والله انا رايت اللغه شوي صعبه على القضاء. لغتي ولا لغه ابراهيم؟ لغه البرنامج شوي صعبه. التفسير انا شوي عندي اثنين صعبة. من الشعب السعودي ماتوا في يوم الوطني، وعندي جهه نحترمها ونقدرها نبغى تظل صورتها حسنه في المجتمع السعودي، لا شك. فبالتالي اليوم احنا نفكر بصوت عالي، نسال اسئله الناس. صحيح. انا اقول لك والله العظيم، واسال الله العظيم، إن كانوا تسببوا في الحادث الله لا ينجيهم، سواء نجاهم القضاء أو غيره، وش تبي أكثر من كذا؟ إن كانوا تسببوا في الحق أقول الله لا ينجيهم، مع أن عندي قناعة خلاص لجأ للقضاء. القضاء يا شيخ ملاذ، فصعب كل ما يقول لا أنا بس عندي بس لائحة. بس أنا أقصد هل قانونيا بحكم خبرتك اليوم لما يعني أنت ما تطلع على 18 صفحة هذه ولا وموجود فيها في المحاضر؟ مين قال إنه ما اطلع لهذه الدرجة استخدام القضاء؟ إذا اطلع وبرأهم يعني في عندي مشكلة. طيب أنا آخر نقطة يا أبو، لو التزوير هذا قام بمواطن عادي ليس عضو ولاية ما لا يحصل لك. ممتاز. ما لا يحصل له. إذا جينا للتزوير، التزوير أنواع وأشكال، في شيء يعاقب عليه، في شيء مسكوت عنه، كلها تدخل ضمن التزوير. أنا أقول لك إياها، أجاوب لك إياها. حلنا عند نقطتنا ذي، لو قابل التزوير هذا مواطن شخص عادي أو حصلوا في جواله مقطع، وش بيسوي له؟ جرائم التزوير فيها أركان جريمة، ما راح يفكوه، راح يسلم، سوف يعذب عذاب أسير. والله شوف انا تبنيت حقيقه قبل ما اطلع البرنامج اني طلعت على اللائحه كامله وطلعت على الحكم عشان اجيكم واتكلم يعني بنقاط تفصيليه عن الحكم. طيب خلينا بس ابراهيم، شكرا لك. انت تتوقع مسار القضيه وين رايح القضيه من خلال المصالح؟ والله انا اعتقد بانها بتوصل مجال واسع، خصوصا انه مفترض ان على الجهات الرقابيه اللي جالسه تحقق الحين انها تبين للناس وش القضيه بالضبط. يعني احنا نشوف وسائل الاعلام تطلع مواضيع مره براءه
ومرة تهم، ومرة تتكلم في الحق الخاص، ومرة تتكلم في الحق العام، فيجب أن ما يكون هناك خلط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يكون عندنا شفافية أكثر، أعرض المعلومات للناس، خلهم يطلعون، خلهم يعرفون وش جالس يصير. نعم، شكرا لك إبراهيم الزاحم، الصحافي جريدة الحياة. اسمح لي تفضل. أنا طلعت، طبعا كانت لي قضية قديمة مع أعضاء الهيئة قبل 6 سنوات. مش قضية ضدهم ولا معهم أنت ولا إيش؟ لا أنا كنت معهم لأني مؤمن أيضا بهذا. كانت في مسرح الحادث 10 كيلو عن مواقع لها. فبعد ما تأكدت من المسرح الحادث وأنه بعد كانوا مبعدين عن مسرح الحادث 10 كيلو، تشجعت وتوكلت عنهم بفضل الله وبالرضا. صارت هجمة وصارت بعض القضايا وتكلم الصحافة. فأذكر لي كانت مداخلة أعتقد أنها بجريدة الحياة. قلت أن لدي أحكام وبإذن الله بنشرها بطريقتي، حكموا على أعضاء الهيئة الأمر بالمعروف. لأن الناس الآن أشوفهم وصدى المجتمع ككل، أنه حتى اليوم قريت تغريدة الظاهر من القوس منواف أو فيصل، أنا ما أدري هو يقرب لك، يقول أنه الهيئة دقن وهذا دقن كذا. والله صعب، صعب الكلام هذا، مرة صعب. أنا أقول لك والله الموضوع أنه ما هو قدح في الهيئة، انه فيه تقارب وفيه ميول صعبه. والله فيه تقارب وفيه ميول، هذا اللي يقصده. والله الاتهام هذا صعب يصل لهذه المرحله. انا اقول لك، انت تقول انا مثلا اشكك، من حقك تشكك. لا شوف، هو انت من حقك تقول صعب، بس ترى مو من حقك استاذ سلطان تتفاجئ هذه المفاجاه، وانت عارف دبرتنا وحياتنا ايش وضعها. مفاجاه ايش؟ طيب مفاجاه من مساله انه يعني متفاجئ انه ليش يقول هذا الكلام، وانه مشكله كبيره. معروف الان انه اي شيء فيها ديني او تدين او الى اخره، الناس تميل له، تعتبر انه صاحب الحق، او ما تبغى تشوه صورته او الى اخره، او تدخل في احتساب. هذا واحد مغبون اخوانه ماتوا، يقول بعد ما صدر الحكم شعر انه تعال القاضي ملتزم اكيد بيميل للهيئه. هذا وجهه نظر بس. انا اقول لك من حقك تعترض، وانا اوعدك الان اعترض على الحق العام. انا اقول لك لك حق، وادرس انا ادرس معها القضيه. واعرض كلامي اللي اطلع لك اياه، اعرضه على من تشاء عشان تشوف مسألة إنصافي فيه، إن رأيت طبعا فيه، يجيب لي لائحة الادعاء ويجيب لي الحكم القضائي. وإن رأيت فيه ميل أنا بكتب لها العريضة بنفسي ويقدمها، سواء على حسب الاختصاص، إما النصار أو العيسى. أنا أوعدها الآن أمامك. طيب بس ما أهم شيء لا تكون العريضة ما تكون تودي في داهية. لا، أن يقراها، يعرضها على من يشاء. أنا أجيب طرف ثالث برضو محامي. العريضة يا سلطان ما هي شيء يعني صعب، ولكن من يتقبلها؟ من يتقبلها يا أخي؟ هناك في تفتيش قضائي يا سيد الكريم، والقضاء ما يفتش عليها. لا ما يفتش عليها، ما يفتش إلا مجلس القضاء الأعلى. يقول مرجعنا مجلس القضاء. لا بس ترى في تغييرات في القضاء الأعلى. سعد يروح له يوميا في عشرات سعد في القضاء الآن. في تغييرات، في تغييرات مع وزير العدل، في تفتيش، في أمور تتغير، وإن شاء الله أنك ما تنظلم. لكن الحقيقة إحنا دورنا، أعيد وأكرر، ترى اليوم احنا مع الحق، لا احنا بضد الهيئه ولا ضد القوس ولا مع القوس، مع لا الحق. شك لا شك. فبالتالي اليوم نحرك هذه القضيه مره ثانيه عشان كثير امور. والله اولا عشان الوطن، لانه هذه القضيه اذا انحكم فيها ظلم بتاثر تاثيرات كبيره على المستقبل. طيب يا اخي علي، ليش ينظر الى الحق العام قبل الحق الخاص؟ هذا ليش؟ ليش ينظر للحق قبل الحق العام قبل الحق الخاص؟ المفترض ينظر الحق الخاص ثم بعد الحق العام. كلام أنا بجابك عليه في تعميم سمو الأمير نايف الله يغفر له، أعتقد عام 21 أو 18، المهم قديم يعني يمكن 20 سنة، 15 سنة، صار في هناك تفصيل إداري، لأن هذا يسمى إجراء إداري. نعم. متعلق في الإدارة. نعم. وش قال الأمير نايف الله يغفر له؟ هو فصل فيها في هذه المسألة باعتبارها جهة تنفيذية. قال يقدم الحق العام على الحق الخاص. أنا نفسي قرأت الإسلامنا الطماوي، معروف من فحول القضاء الإداري، وقال يقدم الحق العام على الحق الخاص. فتذكرت سبحان الله تعميم اللي أطلقه الأمير نايف. فهو مبدأ أصولي في القضاء الإداري. طيب بس الحين أنتم الحق الخاص مستمرين فيه؟ في مستمرين فيه في محاكم، في شيء؟ لا ما لحد الآن. نفس القاضي ولا قاضي ثاني؟ لا، تحال المحكمة العام ويحدد القاضي ويحدد الجلسة. في مداخلة طامرة فيه، نفس القضية اللي صارت الظاهر فيها كذا، توف بعض الأشخاص وقلت لك ما كانوا متهمين، هذول برهم. جاني سؤال قال طيب وشلون راح دمهم؟ قلت من راح دمهم؟ قالوا شلون لو نبي الدية؟ قال الدية يتحملها بيت مال المسلمين، الدية موجودة. أما الاتهام كجناية يعني كأنها يقول إنها خطأ الحادث يكلف به، ما يقول إنه الدم راح حدر، ما يروح حدر.
يتكلم بيت من المسلمين؟ المسألة ما هنا بإظهار الحق. طيب الحين مطلق سراح حمد الله خصومكم؟ مطلق سراح كلهم. كلهم. بعد سجن كم؟ بعد سجن 5 شهور 6 شهور. وين راح طيب ظلمهم؟ ما يرون أن هذا ظلم؟ ما شوهت سمعتهم؟ وين اللي شوهت سمعتهم الأعضاء؟ إيه. ليش؟ ما شوهت سمعتك؟ جاء القضاء الآن. أجلس الحق العدالة. ما شوهت سمعت في شيء. طيب الآن هو ملجأ العدالة وحكم العدالة وطعنتهم. العدالة ما أخذ القرائن ولا أدلة. يعني أنت العدالة. شوف يا سيدي الكريم، لا تعتقد كل قاضي يحكم على شخص، الشخص هذا يقول والله هذا القاضي عادل، أكيد بيشكك فيه. القاضي يا سيدي أسقط التهم، أسقاط التهم الموجهة إليه براءة. طيب هل تعتقد كل تهمة يتهمها الادعاء العام ثابتة في قضاء؟ أجل وش وين القرار اللي مسكها؟ يعني حجة القاضي هي اللي تمشي كل. طيب أنا برد عليك في هذه. هو يتكلم يتكئ على موضوع اعتراف في المحاضر. اعتراف. بس أنا بقول لك شيء. أنا اللي سبق تجربة مع الادعاء العام في جرائم جنائية. والله في لوائح ادعاء عام يطالب فيها ادعاء عام مو سهل، ويطلع للمطبخ الجنائي في الرئاسة، في رئاسة الهيئة. يطول في المطبخ. المهم بس ما يطلع إلا شيء، وثم تحال إلى المحكمة ويطلبون الحرابة مثلا، ويجي القاضي بعد التمعن يقول لا أطلب الحرابة، سنة تعزير. وش تقول في الحكم هذا؟ أنا عندي أحكام لا فيها هيئة ولا فيها القوس. عموما أنا وقت انتهى الموضوع، وقت انتهى عذرا، راح بس حنا راح نكمل إن شاء الله في القضية حتى نشوف في النهاية، سواء نشوف الحكم وين بيروح، سواء انتصر للهيئة ولا انتصر للقوس. هدفنا الحقيقة أنه ما حد ينظلم. إحنا ما يا الهيئة جانب وأعضاء الهيئة جانب. إيه أنتم فاصلين بين هذا. إيه نعم نعم. أنتم ما يعني ما عندكم مشكلة، معاكم مشكلة على كجهاز. إيه كجهاز ما عندنا مشكلة. إحنا عندنا مشكلة مع الأعضاء اللي ارتكبوا الخطأ. واضح. شكرا أستاذ سلطان بالزاحم، شكرا أستاذ سعد القوس، أشكركم أيضا، أشكر إبراهيم الزاحم أيضا كان زميلنا من الحياة والاتصال. نحن راح نتوقف مع فاصل ونعود في الملف الأخير لهذه الليلة.